بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، كانت الوصية الخامسة من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس، بل للأمة كلها، في شخص سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. كانت الوصية الخامسة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ما المقصود بهذه الوصية؟ هل المقصود بهذه الوصية التكاسل وعدم مباشرة الأسباب؟ كلا، المقصود بهذه الوصية غرس العزة، غرس العزة والكرامة في نفس الإنسان، غرس العزة والكرامة في نفس الإنسان. والله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو المقصود بتلك الوصية. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا: عيشوا أعزاء، عيشوا أعزاء. وليس معنى أن تعيشوا أعزاء أن تتكبروا وأن تتفاخروا وأن يعتدي بعضكم على بعض، لا، وإنما معنى العزة أن تعطي كل إنسان حقه، وأن تعطي لنفسك حقها بأن تكون إنسانا عزيزا شريفا لا يلوث يده بالحرام، ولا يلوث لسانه بالكلام الخبيث، ولا يلوث فكره بسوء الظن بدون موجب، ولا يلوث نفسه بالكسل وبالذلة وبالهوان، وإنما عليه أن يكون إنسانا مرفوع الرأس، إنسانا يحب أن يعيش كريما حرا. ومن أقوال سيدنا عمر رضي الله عنه: أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء فيه لا. أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء فيه لا، يعني لا أقبل الذل ولا أقبل الهوان، وإنما الذي أقبله أن أعيش إنسانا كريما أعطي الناس حقوقهم وأعطي أيضا نفسي حقها، فلا أظلم ولا أقبل الظلم ولا أعتدي ولا أقبل العدوان، خصوصا إذا كان هذا العدوان عن تعمد وعن إصرار وعن إذلال للكرامة الإنسانية. ونقرأ القرآن الكريم فنجد أن الذين يرضون بالهوان، يرضون بالهوان ويرضون بالذلة، هؤلاء تلعنهم الملائكة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ما جزاء هؤلاء الذين
رضوا بالذلة وبالهوان ما جزاؤه؟ جزاؤهم كما بينه الخالق عز وجل، فأولئك مأواهم جهنم، مسكنهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. إذن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لنا جميعا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ما الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقصد أن يعيش الإنسان منا عزيزا كريما، لا يقبل المذلة ولا يقبل الهوان. من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. وليس معنى ذلك أن تكون مغرورا أو متكبرا أو متباهيا أو متفاخرا أو أن تتطاول على الناس، لا، هذه ليست عزة، وإنما هذا سوء أدب. العزة معناها أن تحمي نفسك من أن يعتدي عليك معتد أثيم، وفي الوقت نفسه ألا تعتدي أنت، ألا تعتدي أنت على غيرك، وألا تأخذ حقا من حقوقه، وألا تسيء إليه لا بالكلمة ولا بالفعل. تلك هي العزة والكرامة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ما أجمل أن نفهم ديننا فهما سليما، ما أجمل أن نفهم الإسلام في نقائه، في صفائه، في إعطائه لكل ذي حق حقه، في أخلاقه، في توجيهاته، في آدابه. ما أجدرنا إلى أن نفهم هذا الدين فهما سليما. إذا ما فعلنا ذلك فتح الله علينا بركات من السماء والأرض، ونسأله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.